يا مرحبا. بالبداية يعني أبي أسألك عن موقفكم، يعني أعلنتم منذ البداية المشاركة في هذه الانتخابات، لماذا؟ أنا أقول لك، أولا شكرا لك أخوي أحمد، وشكرا لقناة اليوم، وفرصة دقيقة مناسبة لإيضاح موقف التحالف الوطني الديمقراطي من هذه القضية. في البداية أول ما صدر المرسوم، مرسوم الضرورة بالصوت الواحد، اعترضنا احنا على المرسوم بسببين. الأول قانوني، انه قانون الانتخابات لا ينطبق عليه مرسوم الضرورة، وشفنا انه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذا القانون. الجانب الآخر اللي هو سميه سياسي أو الفني، اللي هو هذا القانون لا يخدم تطلعاتنا للعملية الانتخابية. احنا قاعد نتكلم عن أحزاب وتنظيمات وبرامج سياسية، وقاعدين نحارب قضية الفردية في الانتخابات انه يصير على أساس شخصي. يعني ايضا هذا القانون لا نجد انه يعالج القضية اللي ساقتها الحكومة مبررا لإصدار مثل هذا القانون، اللي هو القضاء على الطائفية والقبلية. احنا اعترضنا لذلك على هذه النقطتين، وقررنا المقاطعة في ذاك الوقت. اللي صار الآن بعد حكم المحكمة، المحكمة قررت المرسوم القانون قانون الضرورة بصوت واحد، لكن احنا الآن أمام هذا الوضع لم يترك لنا خيار إلا المشاركة أو نزول الشارع من المطالبة بتعديله. فكان خيارنا حقيقة بعدم المشاركة صعب جدا لأسباب متعددة. قررنا المشاركة أولا حتى إذا كان هناك مجال لتعديل هذا القانون، حتى ماكو إلا مجلس الأمة، خلاص خيارات الأخرى تسكرت من وجهة نظرنا. نعم. اثنين، انه العمل السياسي في الكويت 90% داخل مجلس الأمة، ونحن كتنظيم ما نقدر نقعد بعد 4 سنوات برا مجلس الأمة. ثلاثة، ان هناك رغبة عند قواعدنا، رغبة كبيرة يعني للمشاركة.